أعزائي المشاهدين، عزيزاتي المشاهدات، أهلا وسهلا بكم في أولى حلقات برنامج الجهر بالإلحاد لمن استطاع إليه سبيلا. في البداية طبعا أحب أن أقدم نبذ عن نشاطنا على الفيسبوك. نحن صفحة على الفيسبوك تنشر الملحدين المجاهرين من كافة الدول العربية، كما تنشر فيديوهات علمية وصور ومقالات تعرف بنا. طبعا كل المقالات والصور والفيديوهات هي علمية ونقد للدين، طبعا نقد للدين بكل صراحة بدون أي تمثيل، يعني بدون أي إضافات، نقد صريح. هذا هو دينكم. اليوم سوف نسلط الضوء على أكثر من سؤال يراودنا من المؤمنين، وأولها: لماذا تجهر بإلحادك؟ طيب يا أخي، كن ملحد، هكذا يقول المؤمنين، كن ملحد وخلي من إلحادك لنفسك، يعني ما ضروري تجهره للناس. طبعا نحن ردنا هون: من أعطاك الحق تقول لي خلي إلحادك لنفسك؟ لماذا أنت لا تخفي إيمانك لنفسك أو تخبئ إيمانك لنفسك؟ خلي إيمانك لنفسك. أنت كمسلم تخرج علينا على المنابر كل يوم 5 مرات تعلن إيمانك وتفرض إيمانك علينا بالقوة، فلماذا لا يكون لنا نفس الحق أن لا نقول، أن نفرض إلحادنا بالقوة؟ لا نريد هذا، طبعا هذا ليس هدفنا ولن يكون هدفنا أبدا. نحن هدفنا دولة علمانية تعطيك الحق في إظهار إيمانك وتعطيني الحق في إظهار إلحادي كما أشاء، دون التعدي على حقوق الآخرين. هذا أولا. السؤال الثاني الذي يراودنا هون: ما هو سبب إلحادكم؟ ومنهم من يفسر على هواه ويقول: نحن لم نفهم الدين. يعني سؤال غريب بصراحة، غريب جدا. الملحدين هم مثقفين، لازم تعرفوا هذا الشيء جيدا. يعني الملحدين اليوم، كل ملحد لا يلحد عن عبث، لا، ما في إنسان بيترك دينه كرمال والله بدي أكون ملحد، لا، هذا غلط. الملحد يعرف لماذا ألحد. الملحد قرأ وقرأ وقرأ، قرأ في العلم، قرأ في الدين، وفهم الدين وفهم العلم حتى ألحد. لا يوجد إنسان، خصوصا عنا في منطقتنا، يعني يترك الدين ويمشي. ليش أنت ما بتترك الدين وتمشي؟ دعوني أتحدث بشكل عام عن أسباب الإلحاد لمعظم الملحدين. الإلحاد هو رفض أي شيء بدون دليل، هذا يجب أن يكون واضحا، وهو عكس الإيمان، لأنه في وجود دليل لا حاجة للإيمان بكل تأكيد. أنت مثلا لا تحتاج أن تؤمن أن الشمس موجودة. هل تحتاج أن تؤمن أن الشمس موجودة؟ الشمس موجودة، يمكنك أن تراها كل يوم في النهار طبعا، ليس في الليل. وأن الأرض دائرية طبعا، لا، ما في غير يمكن المؤمنين المسلمين اللي يؤمنون بسطحية الأرض هم الذين يؤمنون أن الأرض مسطحة. ولكن اسأل أي طفل اليوم، لا حاجة له بالإيمان أن الأرض دائرية أو الأرض كروية، مثل ما لا حاجة للإيمان بأن 2 + 2 = 4. هذا هو الإلحاد. الإلحاد يحتاج دليل مادي ملموس على الأشياء. أما الإيمان وهو عكس الإلحاد، يعني يؤمن بأي شيء تقول له غيبي. يعني مثلا نقول اعتقاد، ما هو الاعتقاد؟ أعتقد أن هناك شيء وراء هذا الحائط. دعنا نتحذر، هناك بقرة وراء هذا الحائط. أنت تقول لا، هناك حمار وراء هذا الحائط. يعني شيء عجيب، كيف سأؤمن أن هناك حمار وراء هذا الحائط وأنا لا أراه ولا ألمسه ولا أسمعه ولا أعرف عنه أي شيء؟ فكيف تريدني أن أؤمن أن هناك، أن أصدق بالأحرى أن هناك حمار وراء الحائط وأنا لا أعرف عنه أي شيء؟ وكيف تريدون أن أؤمن أن الحمار يطير؟ هل رأيتم يا جماعة حمارا طائرا؟ قضيتنا كملحدين ليست جعل الناس يتركون دينهم
ويلحدون. طبعا هذا خارج عن قاموسنا نهائيا. قضيتنا هي الحرية، هي الدولة العلمانية، وأن يكون كل شخص حرا فيما يفعل طالما لا يعتدي على حرية الآخرين. يعني خلينا نكون واضحين بهذه المسألة. أنا لا أريد منك أن تلحد، أن تصبح ملحدا، ولا أريد منك بالمقابل أن تفرض إيمانك علي. يعني كما قالت الدكتورة العظيمة وفاء سلطان: أعبد الحجر ولكن لا تضربني بهذا الحجر، وأنا لن أفرض عليك إلحادي، ولا أريدك أن تلحد، أريدك فقط أن تحترم ما أفكر به، أن تحترمني كشخص وتدعني أفكر كما أشاء. هذه قضيتنا، ليست قضيتنا أن نفرض على المجتمع إلحاد أو نفرض أشياء أنت لا تقبلها. آمن مثل ما بدك، آمن كيف تريد، ولكن لا تفرض إيمانك علي. هذا من ناحية. من ناحية ثانية، الأديان تفرض ذلك حيث تدعي الحقيقة المطلقة وأنها وحدها على صواب، وكل ما عدا ذلك هو ضلالة وسيحرق في النار. عجيب أمركم أيها المؤمنين، عجيب. أين هذه النار التي تتحدثون عنها؟ ولو جبتم دليل واحد فقط، دليل واحد مفهوم يدخل بالعقل لصدقناكم. طبعا لما الأديان تفرض نفسها، هذا يشكل مشكلة، مثل فرض الشريعة في بعض البلدان التي تؤدي لعدد لا حصر لها من المظالم، بداية من قوانين ازدراء الأديان التي يمكن أن يسجن الشخص بسببها من 5 إلى 7 سنوات، إلى حد الردة الذي يمكن أن يقتل الإنسان بسببه. يعني من أعطاك الحق أن تقتل إنسان فقط لأنه يفكر غير تفكيره؟ يعني الأديان ليست لها منطق، ولا تعرف المنطق أصلا. نحن أشخاص رفضنا سطوة دينية يفرضها المجتمع، رفضنا التخلف والغيبيات، رفضنا الجهل، رفضنا الخرافة والخزعبلات، ونسعى لمستقبل أرقى قائم على حرية التعبير والعقيدة والحرية الشخصية. يا جماعة فكروا بأطفالكم، فكروا بأحفادكم، هل تريدونهم أن يعيشوا نفس الحروب التي نعيشها؟ هل تريدونهم أن يعيشوا نفس المآسي التي نعيشها نحن الآن؟ يعني هل تريدها لأطفالك؟ هل تريد أن يطلعوا بالبحار حتى يغرقوا هون وهون؟ المجتمعات الإسلامية هي الأكثر المجتمعات تخلفاً، وهي بلدان، بالأخص البلدان التي تطبق الشريعة. وهذا دليل على أن الأديان والإسلام بشكل خاص أصبح غير ملائم لعصرنا. وإذا أردنا أن نتقدم ونحيا حياة كريمة، يجب أن نسعى للحرية والعلمانية. هذه هي قضيتنا كملحدين، وليست قضيتنا إخراج الناس من دينهم. نحن كملحدين ليس لدينا مشكلة شخصية مع المسلمين، لكن المشكلة أن الإسلام كدين يحوي نصوصا عنصرية ودموية، وهذه النصوص دمرت حياة الكثيرين وتستمر في تدميرها، وكلنا ضحية للأفكار الدينية الإسلامية، كلنا ضحية. لا يوجد هناك شخص، حتى المشايخ، ألا يحق لنا أن نأخذ موقف من هذه النصوص الدينية الخرافية التي سببت كل مآسينا وتسبب في دمارنا وتقتل أطفالنا؟ ألا يحق لنا أن نأخذ موقف من هذه النصوص؟ ألا يحق لنا أن نقول كفى، كفى موتا، كفى خرابا؟ يعني نصوص مثلا مثل قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله وباليوم الآخر، وصلب وتقطيع الأيدي والأرجل من خلاف، واللي يحارب الله ورسوله وقطع الرقاب. هذا غير باقي النصوص التي تدعو لاحتقار المرأة وجعلها سعرها بسعر الحمار والكلب. يعني اليوم المرأة حينما تكون مضطهدة وتكون لا شيء، هذا يعني بالتالي ستؤثر علينا نحن كرجال، فنكون نحن لا شيء، فيكون المجتمع كله لا شيء.
هذه هي حالتنا، هذه هي دنيتنا للأسف. ونحن موقفنا كملحدين سنقف ضد هذه التعاليم الخرافية، هذه التعاليم التي لم تعطينا غير الدمار. ولذلك أقول لكل إنسان ملحد ممكن أن يجهر بدون ما بدون أي عواقب، قلها أنا ملحد، لا تخجل، قلها، خلي الناس كلها تسمع صوتنا، وراح نسمع صوتنا للناس. نحن ملحدين، نحن نرفض الجهل، نحن نرفض كل شيء غير منطقي من أجل أطفالنا. ما بدنا إياهم يعيشوا بتعاسة كما عشنا نحن. الدين خرب بيوت الناس كلها، خرب بيوت العالم، دمر بلادنا، قسمها، شردنا، وكله بسبب الدين. لا تخجل، قلها أنا ملحد، اجهر من أجل أطفالك، من أجل كل شيء جميل في هذه الحياة. بالآخر أنا آسف إذا كانت الأسلوب غير مهني، لأني أول مرة بعمل الحلقة، فبتمنى كمان يعني تشجعونا، وأكيد راح يكون في تحسن بالحلقات القادمة. وشكرا لكم، وأتمنى لكم أوقات سعيدة.